السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا شباب. إن شاء الله خلال هذا الفيديو راح نتطرق لمناقشة شابتر 5 في مساق الهيدرولوجي. في شابتر 4 تكلمنا عن موضوع كيفية قياس كميات الفلو خلال الستريمز. خلينا الحين نتكلم عن موضوع كيفية التعبير عن التغير في الفلو في فترة زمنية محددة للستريم اللي عندي. قبل ما نتطرق لهذا الموضوع خلينا نشوف ايش هي مصادر الفلو في هذا الستريم. انا لو عندي ستريم معين مثلا نهر، بدي اشوف ايش مصادر الفلو اللي بتسبب لي تغير في الفلو. مصدر الفلو الاساسي عندي راح يكون عبارة عن الران اوف اللي جاي من الخارج، الران اوف اللي جاي من اللاند للووتر سيرفيس، وفي عندي تأثير المياه الجوفية اللي هو البيز فلو، مساهمة المياه الجوفية. مثلا لو علي منسوب، لو علي الووتر تيبل بهذا الشكل راح يكون في عندي بيز فلو. طبعا في عندي مصدر البريسيبيتيشن، مصدر مش اساسي، لان مش اساسي، الاساسي هو لانه البريسيبيتيشن اللي بتيجي على مقطع، على المقطع مباشره على مقطع الستريم بيكون قليل، لكن الامطار اللي بتيجي على اللاند بتكون لي ران اوف وبيجي على الستريم. بالتالي المصدر الاساسي هيكون عند الران اوف والبيز فلو. تمام، في النهايه الموضوع كله يتعلق بايش؟ الموضوع الفلو او التغير في الفلو بتعلق بكميات الران اوف والبيز فلو اللي بدها تدخل على الستريم، وراح طبعا راح ايش تعمل لي؟ راح تولد لي فلو خلال الستريم. بمعنى انه الموضوع يتعلق بفصول السنه وكميات الامطار اللي بتنزل عندي. ممكن اعبر بناء على هذا الكلام، اعبر عن التغير في الفلو على فتره زمنيه ولنقل سنه بحاجه اسمها الهيتوغراف. زي ما بنعبر في الامطار عن شده الامطار خلال فتره زمنيه محدده بما يتعلق بالامطار، بنعبر عن الامطار بشده الامطار بنعبر عنها بالهيتوغراف الخاص بالستور. في نفس الكلام للستريم، في عندي هيتوغراف بيعبر عن التغير او التغير في كميات الفلو خلال فترة زمنية معينة لهذا الستريم. لو مثلا عندي ستريم يقع في منطقة ولنقل يعني في فلسطين، بالتالي لو اجيت شفت كيف من شهر 1 لشهر 12 من جانيوري حتى اخر شهر اللي هو شهر نوفمبر او ديسمبر، راح الاقي انه الفلو هي علاقة بين كيو وبين التايم، الهيتوغراف الخاص بالستريم، راح تلاقي انه الفلو بهذا الشكل. راح الاقيه تقريبا بهذا الشكل، بمعنى في عندي فترة شهر 1 و2 هتلاقي عندي زيادة في الفلو، يعني انا تقريبيا في عندي في شهر 1 و2 و3 اللي هي فترات ايش؟ الشتاء، هيكون عندي زياده في الفلو بشكل بهذا الشكل، في عندي زياده في كميات الفلو. بعد هيك بدخل في شهر اللي هو 5 و6 و7 و8 اشهر الصيف، راح يكون عندي طبعا مش هيكون يعني ممكن ايش نقول في شهر 1 و2 و3 عندي فترة شتاء، هيكون عندي امطار، هيتولد عندي ران اوف، هيتولد عندي بيز فلو، هيعلى الووتر تيبل، بالتالي هيزيد عندي الفلو خلال النهر. في شهر 5 و6 و7 و8 فصول السنة فيش عندي امطار، فيش عندي ران اوف، فيش عندي بيز فلو، او هيكون بيز فلو بنسبة أقل والران أوف بنسبة أقل، بالتالي الفلو خلال النهر هيكون قليل، هيضلوا يقل يقل. بلاحظ إنه الأجزاء هاي راح يكون في عندي قيم فلو أقل من فصول الشتاء. بعد هيك شهر 10 و11 و12 بتبدأ ترجع للشتاء وبزيد عندي كميات الفلو خلال الستريم. بالتالي بنقدر نقول إنه الفلو بيعتمد على مواسم أو موسم الأمطار، لانه الفلو بشكل اساسي بيرجع لموضوع الران اوف والبيز فلو اللي لهم علاقه كبيره بموضوع الامطار. هاي الطريقه الاولى اللي بنمثل فيها
أو بنعبر فيها عن التغير في الفلو خلال الستريم بحاجة اسمها الهيتوغراف. هذا عبارة عن تمام هيتوغراف، لكن هيتوغراف خاص بإيش؟ خاص بالستريم. هيتوغراف هذا خاص بالستريم، بعبر عن كمية تغير الفلو خلال تغير في الفلو مع الوقت. بيختلف عن الهيتوغراف الخاص بالستورم، بعبر عن التغير في شدة الأمطار مع الوقت. تمام. في عندي طريقة تانية بعبر فيها عن كميات الأمطار خلال أو كميات الفلو خلال الستريم، اللي هي الماس كيرف. الماس كيرف إذا بتتذكروا في الأمطار كان عبارة عن قديش عندي كميات أمطار كوميولاتيف، كنت بعبر عن كميات الأمطار كوميولاتيف مع التايم. بالتالي ممكن أعمل نفس الإشي للستريم، أعمل قديش عندي فلو، كميات الفلو بشكل تراكمي مع الوقت. بمعنى إنه ممكن الهيتوغراف اللي عندي ممكن أرسمه بشكل تراكمي بهذا الشكل، هيطلع معايا بهذا الشكل. لو إجيت رسمت الهيتوغراف اللي عندي، تمام، طبعا هو عبارة عن كيو، ممكن بحوله لفوليوم من كيو، بحوله لفوليوم ومن فوليوم بخليه تراكمي كوميوليتيف فوليوم. بالتالي بيطلع معايا مخطط بنسميه الماس كيرف. هذا عبارة عن كوميوليتيف فوليوم مع التايم. تمام. بنجيب الهيتوغراف، بنحوله من كيو لفوليوم، من فوليوم بعمله تراكمي، بيطلع معايا بهذا الشكل. لاحظ انه عندي، يعني اذا انتم بتتذكروا موضوع الانتنسيتي لموضوع الانتنسيتي وكميات الامطار، عندي السلوب على الماس كيرف، السلوب عند اي نقطه، يعني مثلا بدي اجيب كيو عند مثلا عند فتره زمنيه معينه، تمام، هي نفسها هتكون عباره عن السلوب للماس كيرف. يعني مثلا عندي شهر 3، هين شهر 3، قديش كيو في شهر 3؟ بقدر اطلعها من الماس كيرف، بعمل مماس وبطلع قيمه كيو خلال او السلوب للخط. تمام. لاحظ انه شكل الهيتوغراف هيكون كالتالي، عندي عندي هاي الفتره هيكون فيها كميات فلو كبيره، بالتالي هيكون عندي السلوب كبير كبير كبير، بكبر معايا عندي التزايد او الكوميوليتيف هيكون متزايد بشكل كبير. بعد هيك هلاقي انه عندي فترات قل فيها الفلو، بالتالي هيكون عندي تناقص، او يعني هيكون الزيادة الكوميولاتيف هتكون بشكل بطيء بهذا الشكل. بعد هيك بنرجع لفترات اللي بيكون فيها كمية فلو كبيرة، وبرجع الكوميولاتيف يزيد بشكل كبير. تمام. بمعنى انه الهيتوغراف مرتبط بالماس كيرف بشكل كبير، فقط انه عملية تمثيل للهيتوغراف بشكل كوميولاتيف. هاي الطريقتين اللي بنعبر فيهم عن الفلو خلال الستريم، وكلهم بيرجعوا في الاخر لكميات الران اوف والبيز فلو اللي بتيجي عندي على الستريم. نيجي الحين لموضوع كيف احنا بنستفيد من الستريم اللي عندي. انا لو عندي ستريم بمر فيه كيو معينه، في عندي كيو، طبعا تغير الكيو بتتغير مع الوقت بهذا الشكل، مثلا هذا مجرد مثال تعتمد على طبيعه الستريم وعلى طبيعه المنطقه. لو بدي استفيد من الفلو خلال الستريم، ممكن استفيد منه بحيث اني اسحب من الستريم كميه بنسميها الديماند. هاي الكميه ممكن استفيد منها للزراعه، ممكن اعمل لها عمليه تحليه واستخدمها في او اضخها للسكان، ممكن استخدمها في الصناعه. المهم ممكن استفيد من الستريم بحيث اني اضخ كميات او اسحب كميات منه، وهي راح تكون عباره عن الديماند اللي عندي. تمام. في الغالب الديماند بيكون كونستنت، ثابت، بمعنى انه انا بسحب كميات معينه من الستريم بشكل ثابت.
فيش عندي تغير في السحب، يعني مثلا بسحب لي مثلا 100 كوب كل يوم بشكل يومي، تمام؟ بمعنى انه ديمان كونستنت ثابت. وهين راح تظهر عندي مشكلة، انه انا عندي فلو خلال، في عندي فلو خلال الستريم متغير مع الوقت. في نفس الوقت انا بسحب ديماند او بسحب كيو، يعني في عندي كيو ان داخل الستريم وعندي كيو اوت العبارة عن الديماند، هاي راح تكون ثابتة وهي متغيرة. بالتالي لما اجي على فترات زي شهر 2 و 3 واجي اقارن الديماند بالفلو خلال الستريم، راح الاقي انه عندي فلو كبير في شهر 2 و 3، راح الاقي انه عندي فلو كبير، بالتالي هيكون عندي فلو بيقدر يغطي الديماند، يعني الفلو خلال الستريم هيكون اكبر من الديماند، بالتالي فيش عندي اي مشكله، بقدر اسحب من الستريم الديماند اللي انا طالبه. لكن لو ما تيجي على فترات زي شهر 5 و 6 و 7 هتلاقي الفلو قليل، بنفس الوقت الديماند هيكون اعلى منه، تمام؟ هتلاقي الفلو في النهر قليل، كيو قليله، وانا محتاج ديماند كبير. بالتالي هاي مشكلة، كيف ممكن اغطي هذا الديماند في الفترات اللي بيكون فيها عجز، اللي هي الفترات اللي بيكون دراي او بنسميها فترات بيكون فيها الكيو قليلة. بقول لي بسيط، كيف بنحل هذه المشكلة؟ بنحلها بنفس، يعني شوف بتتذكروا في مشروع الهيدروليكا كان المشكلة انه انا عندي فترات بيكون فيها كيو عالية، هاي الفترات بنسميها فترات فائض بيكون فيها كيو اعلى من الديمان، وعندي فترات بتكون فيها كيو قليلة اقل من الديمان بتكون بنسميها فترات عجز. بالتالي انا محتاج اعمل عملية تخزين في فترات الفائض واستهلاك المياه في فترات العجز. كيف في الهيدروليكا في مشروع المياه كان عندي أنا خزان وبخزن فيه في فترات الفائض وبستخدمه في فترات العجز، لكن في الستريم كيف بنطبق هذا الكلام؟ بيقول لي بسيطة، عندي أنا الستريم بشكل طولي بهذا الشكل، باجي على مقطع منه وبروح أعمل سد، تمام؟ بروح أعمل سد، تمام؟ وبقى طبعا السد راح يحجز كميات المياه هنا، يعني هي عندي كيو، تمام؟ وهي بنيت سد، بالتالي راح تتجمع المياه بهذا الشكل، تمام؟ بصير عندي لما تكون قيمة كيو كبيرة في الفترات الفائض اللي بيكون فيها قيمة كيو كبيرة أعلى من الديمان، راح تتخزن المياه خلف السد وتعمل زي هذا ستوريج، تمام؟ هو له تصميم إنشائي معين، بتتخزن المياه في هاي المنطقة، هذا عبارة عن ستورج، بتم تخزين المياه في فترات الفائض. لما تيجي عند، طبعا هيكون عندي ديماند في نفس الوقت، تمام؟ لما يجي عندي فترات عجز، تمام؟ بروح استهلك الستورج الموجود هنا، تمام؟ يعني بمعنى في فترات العجز او في فترات الفائض عندي كيو راح تمشي في السد، من هين باخذ الديماند اللي بدي اياه فترات فائض، في نفس الوقت في عندي فائض في المياه بتخزن في الاستورج اللي هين، اجتني فتره عجز الكيو قليله بروح اعمل اسحب ديماند من وين؟ من الخزان. بالتالي الخزان او الاستورج اللي عندي بيعمل لي عمليه موازنه بين فتره الفائض وفترات العجز، تمام؟ بخزن في الاستورج في فترات الفائض وبستهلك في فترات العجز. هالحين أنا المطلوب مني كيف ممكن أحدد الحجم للاستورج اللي عندي، حجم الخزان أو الحجم اللي بدي أخزنه خلف السد، مطلوب مني أحدد هذا الحجم. في عندي طريقتين بقدر أحدد حجم الاستورج اللي عندي بناء على قيم الفلو، بناء على قيم الفلو اللي عندي او قيم الفلو في الستريم. في عندي طريقه بستخدم فيها الماس كيرف باي، طريقه بستخدم فيها الماس كيرف، تمام؟ الماس كيرف اللي انا وين جبته الماس كيرف؟ اشتقيته من الهيتوغراف نفسه زي ما شفنا كيف، تمام؟ وعندي طريقة تانية حسابية. هاي الطريقة التانية خليها، يعني خلينا الحين نحكي عن موضوع
كيف نحسب الاستورج او حجم الاستورج باي ماس كيرف، والطريقه الثانيه خليها للمحاضره القادمه. بيقول لي عشان انت تقدر تقدر كميات او حجم التانك اللي عندي باستخدام الماس كيرف، بدي اشوف قديش انا عندي كميات عجز، تمام، قديش عندي كميات عجز في هاي الفترات، واعمل خزان يعمل يعني اعمل خزان حجمه يقابل هذا العجز. بقول لي باستخدام الماس كيرف تيجي هاي عندي مثلا، بدي انقل الماس كيرف على ورقه ثانيه، تمام. قلنا الماس كيرف عباره عن علاقه بين الكوميوليتيف فوليوم لكميات الفلو، علاقه بين كميات الفلو اللي بتصير في النهر مع التايم، طبعا بشكل كوميوليتيف. عندي من شهر 1 لشهر 12 تقريبا الرسمه، مفروض يعني نفترض انه الماس كيرف للستورم اللي عندي هيطلع شكله تقريبا زي هيك، اللي هو هذا الشكل. هذا الشكل بعدين هيقل، تمام. تقريبا الماس كيرف اللي انا رسمه موازي لهذا الهيتوغراف. بيقول لي خلينا بس اعدله، تمام. بيقول لي عشان احدد، يعني عشان احدد حجم الخزان بدك تتبع الخطوات هاي. اول اشي ترسم الماس كيرف، بعد هيك بدي اجي امثل. هذا عبارة عن ايش؟ الماس كيرف بيعبر عن الفلو خلال، طبعا يعني انا كفوليوم هو، بس انا بعبر عن كميات المياه اللي موجوده داخل الاستورج او داخل الاستريم. بدي اجي ارسم على نفس المخطط خط او منحنى بعبر عن الديماند، تمام، بعبر عن الديماند. انا عندي الديماند قلنا كونستانت، تمام، كونستانت. بالتالي الكوميوليتيف للكونستانت راح يكون عباره عن لينير، خط لينير. من وين ابدا ارسم الديماند؟ بيقول لي الديماند اللي بتعلق بموضوع الاستورج، تمام. قلنا احنا في عندنا ديماند عادي بسحبه من النهر في فترات الفائض، اما الديماند اللي بتعلق بموضوع الاستورج، امتى انا بسحب من الاستورج ديماند؟ بيقول لي عند بدايه فتره العجز، عند بدايه فتره العجز. انا عندي هاي الليتوغراف اللي هين، وين فتره العجز بتبدا؟ بتبدا من هين. من وين بيبدا يقل فلو؟ تمام، هاي بداية فترة العجز على الهيتوغراف. طب تعالوا اعرضها، وين فترة العجز على الماس كيرف؟ هتقول لي فترة العجز، لاحظ انه الكوميوليتيف فوليوم متزايد 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 لغاية نقطة معينة، هيلاقي انه في عندي تناقص في طبعا هو بشكل الرسم مش دقيق، بعد هيك هتلاقي في نقطة بيبدأ من عندها يتناقص الكوميوليتيف فوليوم، في عندي معدل الزيادة في الفوليوم صار أقل. بالتالي النقطة اللي بيبدأ من عندها تغير في الفلو، تمام، هاي النقطة التغير اللي بيبدأ عندها انخفاض في الكوميوليتيف فوليوم اللي هي نقطة البيك هنا، تمام، هاي النقطة اللي بيبدأ فيها الديماند تاع الاستورج اللي هي عملية السحب من الاستورج. بحدد هاي النقطة وببدأ أرسم من عندها الديماند اللي أنا محتاجه. قلنا الديماند هيكون عبارة عن ريت ثابت، وليكن مثلا 40 متر مكعب في السكن مثلا، تمام. ولاحظ انه الماس كيرف بيعبر عن كومبيوتيف فوليوم، بالتالي انا عشان ارسم الديماند على المخطط اللي عندي بدي ارسم خط مستقيم من بداية هاي النقطة، نقطة البيك او نقطة بداية فترة العجز. هذا الخط ارسمه بهذا الشكل، تمام، بحيث انه السلوب تاع الخط عباره عن قديش؟ السلوب عباره عن الديماند ريت اللي هو ال 40 متر مكعب لكل سكند على فرع، تمام. لازم ارسم خط يكون السلوب تاعه 40 متر مكعب لكل سكند، لانه انا عندي علاقه بين الفوليوم والتايم. الريت عباره عن فرق الفوليوم على فرق التايم، تمام.
هيك أنا عملت تطابق عندي أو حطيت في نفس الرسمة، عندي اللي فلو عبارة عن الماس كيرف بتاع الستريم وعندي الديماند ريت، رسمته لكن على فترة العجز. هالحين فترة العجز فرق الفوليوم، لاحظ إنه أي نقطة على الديماند وأي نقطة على الفلو على الماس كيرف بعبر في الواي أكسس عن إيش؟ بعبر عن فوليوم كوميوليتيف. بالتالي أقصى فرق بين أقصى فرق في الفوليوم بين الديماند وبين الديماند وبين الماس كيرف بعبر عن حجم الخزان، بمعنى وين عندي أقل نقطة؟ عندي هاي تقريبا أقل نقطة على الماس كيرف، باجي بعمل لها خط موازي بهذا الشكل، أو مش كتير مهم الخط، المهم بحدد أقل نقطة على الماس كيرف، بعمل خط موازي زي هيك، بروح أقول والله إنه أو لا هي النقطة أقل نقطة هاي، تمام؟ هي أقل نقطة، بقول فرق الفوليوم بهذا الشكل، طبعا شباب رسمي مش دقيقة كتير، بقول فرق الفوليوم بين الديماند ريت، هاي فرق الفوليوم بين الديماند ريت والماس كيرف، طبعا ماكسيمم ديفرنس بتوين فوليوم، أقصى فرق بين الفوليوم، هذا بنسميه الستورج فوليوم، بنرمز له بالحرف S. هيك بنطلع قديش أنا محتاج أعمل حجم للخزان الستورج اللي بده يخزن لي المياه خلف السد اللي عندي. هاي الطريقة باستخدام الماس كيرف. طبعا يا شباب ايش ممكن يكون معايا؟ لاحظ انه انا الماس كيرف اللي عندي او الهيتوغراف اللي عندي، عندي فترة عجز واحدة فقط، تمام؟ عندي فقط فترة عجز واحدة. ممكن يكون عندي الماس كيرف مثلا في مناطق معينة في عندهم فترات، بيكون فترة يعني فترتين، يعني فترة مطر بعد هيك فترة دراي بعد هيك فترة مطر، فبالتالي الماس كيرف ممكن يكون عندي فترتين عجز بهذا الشكل. تمام، ممكن يجي معايا زي هيك فترة عجز بعدين فترة بعدين فترة عجز وزي هيك. تمام، لو هي هذا عبارة عن ماس كيرف لأحد الستريم، لاحظ انه انا لو اجيت على الماس كيرف لاحظ انه كان عندي فترة فائض، عندي زيادة سريعة في الكوميوليتيف فوليوم مع التايم، تمام عندي زيادة سريعة، بعد هيك قل السلوب، لاحظ انه انا دخلت في مرحلة عجز، هاي عبارة عن مرحلة عجز، بعد هيك رجعت على مرحلة فائض او فترة فائض، بعد هيك دخلت تاني في مرحلة عجز، تمام؟ في عندي فترتين عجز، كل فترة لازم يكون للستورج يكون في ستورج فوليوم بغطيها، تمام؟ مفروض أحسب الفوليوم على أساس أو أحسب الفوليوم للستورج، وينه؟ أحسب الفوليوم بالستورج بحيث يغطي هاي الفترة ويغطي هاي الفترة. عشان هيك بدي اشوف هاي الفترة قديش الفوليوم اللي بلزمها، قديش الاستورج اللي بلزمها، وهاي الفترة قديش الفوليوم اللي بلزمها. بالتالي بدي اجي على فترة الفائض الاولى، لاحظ انه هاي بداية هاي فترة الفائض، وين النقطة اللي ببدأ فيها فترة العجز؟ هي نقطة البيك اللي هين، تمام؟ باجي برسم الديماند ريت نفس الآلية، برسم خط ببدأ من هاي النقطة والسلوب تاعه عبارة عن قيمة الديماند ريت بهذا الشكل، رسمنا خط يكون السلوب تاعه نفس الديماند ريت. بنجيب قديش فرق الفوليوم بين خط الديماند والماس كيرف الماكسيمم، تمام؟ طبعا يفترض هاي النقطة اعمل فيها خط مماس موازي للديماند ريت، وهذا عبارة عن S1 عبارة عن حجم الستورج اللي بلزم يغطي هاي الفترة، فترة العجز الأولى. بعد هيك هيجيني فترة فائض هيمتلي الستورج، تمام؟ النقطة معينة هدخل على فترة عجز جديدة، وين هاي النقطة؟ عبارة عن نقطة البيك أو النقطة اللي بيكون عندها التغير من زيادة من خط متزايد أسلوب متزايد لأسلوب متناقص. بعد هيك بروح برسم، طبعا الديماند ريت قلنا كونستانت هيكون ثابت خلال الفترة كلها، تمام؟ بالتالي نفس الخط اللي هين برسمه هين، برسم خط بعبر عن الديماند ريت ويكون السلوب تاعه عبارة عن الديماند ريت اللي عندي. هيكون عندي كذلك ماكسيمم
difference between volume مقداره أس 2. هيصير عندي حجمين للخزان، حجم بغطي أو حجم كافي للفترة الأولى، وحجم كافي أو حجم كافي لفترة العجز الأولى، وحجم كافي لفترة العجز الثانية. تمام؟ أخذ أي واحد فيهم. الحين أنا بدي الفوليوم للاستورج، هل أخذ الفوليوم تاع الفترة الأولى ولا الثانية؟ بأخذ الاستورج أو الحجم للفترة الأكبر، بأخذ الأس الأكبر إن كانت أس واحد أو أس اثنين، الماكسيمم من أس واحد لأس اثنين. ليش؟ لأنه أنا إذا اخترت الماكسيمم ولنقل إنه أس واحد هي الماكسيمم، بالتالي أنا راح أختار استورج بغطي فترة العجز هاي. تمام؟ ولما أصل لفترة العجز هاي ما طبيعي الأس واحد أكبر من الأس اثنين، فبالتالي راح يغطي هاي الفترة كمان. لكن لو اخترت إنه مثلا المينيمم أس اثنين ماشي، الاستورج راح يغطي فترة العجز هاي، بس لما يجي على الفترة هاي هيكون الحجم الاستورج أقل من العجز اللي هن، بالتالي هيك يكون في عندي مشكلة، فباخد الماكسيمم. في نفس الوقت تقول لي طب أنت عندك فترة عجز وعندك فترة عجز، ليش ما تجمع أس واحد وأس اثنين وتقول الحجم لفترة العجز الكلية عبارة عن أس واحد زائد أس اثنين؟ بقول له لا، أنا بحتاجش إن أعمل تانك يكون حجمه بغطي الفترتين، أنا يكفيني إنه يغطي فترة واحدة. ليش؟ لأنه أنا عندي هنا فترة عجز. تمام؟ مش هدخل من فترة عجز لفترة عجز، أنا هنتقل من فترة عجز لفائض، هعبي التانك وادخل على فترة تانية. تمام؟ بالتالي أنا هين بعبي الخزان، هين فترة فائض، بعبي الخزان، بدخل هين بعمل تفريغ. تمام؟ بعد هيك من التفريغ بدخل على فترة فائض، بعمل لي تعبئة للخزان، بعد هيك بدخل على منطقة تفريغ أو مرحلة عجز بعمل تفريغ. فبلزمني فقط انه التانك يغطي فترة واحدة، لانه بعد هيك هيمتلي التانك كمان مرة، فباخد اس واحد او اس اثنين، باخدش المجموع بيناته. تمام؟ اعتقد الامور هيك وضحت. خلينا الحين ناخد سؤالين على هذا الكلام. خلينا في عندنا سؤال رقم 2 وسؤال رقم 3، لكن انا حابب ادخل ابدأ في سؤال رقم 3 قبل. الحين بيقول لي هذا السؤال، عندي flowing table given the mean monthly flow لريفر معين. تمام؟ معطيني الفلو في كل شهر، عندي شهر طبعا صفر، عندي صفر صفر عشان نقطة عشان قصة التمثيل البين، معطيني صفر صفر، جانيوري اللي هو شهر واحد 42.4، فبراير مارش ابريل لغاية ايش شهر ديسمبر الاخير، معطيني الفلو في كل شهر. بالتالي لو جبت هاي الداتا عندي المدة الزمنية سنة أشهر السنة ومعطيني قيم الفلو، لو اجيت مثلت على الاكس اكسس هاي القيم المانث وعلى الواي اكسس الفلو، ايش حيطلع معايا؟ حيطلع معايا اللي هو المخطط الاول اللي بنعبر فيه عن التغير للفلو اللي هو الهيتوغراف، علاقة بين كيو مع التايم، في الغالب التايم بتكون بالمانث. تمام؟ بالتالي هو ايش اول سؤال بيقول لي؟ درو ذا انيوال هيتوغراف، ارسم لي الهيتوغراف السنوي. بسيطه، باخذ هاي القيم وعندي قيم هاي كيو وعندي قيم التايم، عند شهر واحد قيمه، شهر اثنين ثلاثه اربعه اكس، وبارسم بوصل بيناتهم بمنحنى، بيطلع معي الهيتوغراف بهذا الشكل. هاي عندي هاي شهر جانيوري 42، فبراير حوالي 12-13، بحط النقاط وبوصل بيناتهم بوصل بيناتهم بايش؟ بخط منحني. ممكن ناخذ قراءة لهذا الهيتوغراف، القراءة بتقول لي الهيتوغراف انه عندي قيم، لاحظ انه في شهر 2 و3 و4 و5 عندي فترات بيكون فيها دراي او فترات عجز، عندي كميات فلو قليلة. تمام؟ طبعا انا مش عارف هذا المخطط لاي دولة، لانه تقريبا عكس الهيتوغراف اللي عندنا. هاي الهيتوغراف اللي عندنا فلسطين، وهي الهيتوغراف للمنطقة اللي معطيني الهيتوغراف إلها. لاحظ انه عندنا شهور 2 و3 و4 احنا فترات شتاء، هاي عكس هتكون فترات صيف. تمام؟ عندي فترات 7 و8 وفترات الصيف هاي
سبعة ستة وسبعة وثمانية وتسعة عنده ما شاء الله فترات مطر، عنده فلو عالي. كذلك شهر 12 و11 و12 نفس القضية، تمام؟ يعني هو تقريبا عكسنا، فما علينا. المهم هاي هي فترات فلو قليلة، فترات عجز، فلو عالية، فترات فائض، فترة لازم انه عنده فترتين بيكون فيها الليتوغراف دراي. تمام، خلصنا المطلوب الأول، فقط تمثيل بياني لقيم الكيو مع التايم. خلينا نشوف المطلوب الثاني. المطلوب الثاني بيقول لي درو الماس او الفلو ماس كيرف، بده اياني ارسم الماس كيرف. عشان ارسم الماس كيرف محتاج اجيب احول قيم الفلو، تمام، محتاج قيم الفلو. اول شيء احولها لفوليوم، تمام، مش قيم الفلو، بحولها لفوليوم. بعد ما احولها لفوليوم بحولها لكوميوليتيف فوليوم فقط. بحول الفلو كيو لفوليوم، ومن فوليوم بعمله كوميوليتيف عشان ارسم علاقه بين الكوميوليتيف فوليوم وبين بين التايم، بطلع لي الماس كيرف. برضو هذا الموضوع بسيط، يعني هي هو رسمه، اعتقد هي رسمه بهذا الشكل تقريبا، هي نفس الرسمه اللي رسمناها قبل شوي. لاحظ انه هي رسم لي اياها بهذا الشكل، او قبل، خلينا نشوف الجدول قبل ما ارسم. خلينا نشوف الجدول. هي عندي قيم الفلو تاعتي اللي اعطى الموطن، قيم الفلو جانيوري فبراير مارش الى اخره. هالحين بدي احول قيم كيو لفوليوم، تمام. عشان احول لفوليوم في عندي طريقتين. عندي الطريقه الاولى والبسيطه اللي بقول لي عندي متر مكعب لكل سكند، تمام، عندي متر مكعب، او خلينا اكتبها ورقه، عندي متر مكعب لكل سكند. عشان احوله لفوليوم اضرب في 60 بصير دقيقه، في 60 بصير ساعه، في 24 في 24 بصير يوم، في عدد ايام الشهر. لو بحسب لجانيوري لاحظ انه ايام الشهر متغيره. ثواني خلينا نطلعها لانه بصراحه بكذب عليكم لو قلت لكم انه حافظ ايام الشهر. تمام، عندي ايام الشهر جانيوري 31، فبراري 28، 31، 30، 31، 31، 30، 31، 30، 31. أو لا، أنا شكلي تلخبطت. عندي 31، 28، 31، 30، ماي 31، جانيو هذه 30، جولاي 31، وأغسط برضو 31، سبتمبر 30، أكتوبر 31، نوفمبر 30، ديسمبر 31. بالتالي عشان كل شهر أحوله من كيو لفوليوم، من فلو لفوليوم، المتر مكعب لكل سكند، بضربه في 60 في 60 في 24 في عدد أيام الشهر. مثلا لو جانيوري بضرب في 31، فبراير برضو في 28، بتحول لوحدة إيش؟ بصير بالمتر مكعب. طبعا أرقام فلو في ستريم خلال شهر كامل، هتلاقي إنه كميات الفلو كفوليوم كبيرة، هتلاقيها ضرب 10 أس 6، تمام، رقم ضرب 10 أس 6. بالتالي عشان أريح حالي ما أكبرش الأرقام، بروح أقسم على 10 أس 6، أو بضرب في 10 سالب 6 وبحولها لإيش؟ لمليون متر مكعب، تمام. هاي الطريقة الأولى، أحول متر مكعب لكل سكند لمتر مكعب، بضرب في 60 60 و 24 في واحد في عدد أيام الشهر، بحول لمتر مكعب، بقسم على 10 أس 6 بتصير عندي مليون متر مكعب كفوليوم. في الطريقة الثانية والأسرع في الحل، بيقول لي
انه المتر مكعب لكل سكند ما تضربوش في 60 60 في 24، فقط اضربه في عدد ايام الشهر، في عدد ايام الشهر تطلع معايا وحده اسمها كيوبيك بيردي، تمام؟ وهذه عباره عن وحده فوليوم، مش عارف انا ايش اصلها في فصلها. المهم بدل ما احول لمليون متر مكعب لكل سكند، المتر مكعب لكل سكند او المتر مكعب لكل سكند اذا ضربته في عدد ايام الشهر تتحول معايا لوحده اسمها كيوبيك بير دي، اللي هي عباره عن وحده فوليوم. فانت بتمشي، طبعا انا بفضل انكم دائما تمشوا على هاي، تقعدش تحول تضرب. لو انت عندك جدول طويل عريض تقعد تحول فيه لمليون متر مكعب، هاي قصة لا، اضرب في عدد ايام الشهر فقط بتحوله لكيوبيك بيردي. لكن هو في السؤال اللي هين ايش ماخذ؟ محوله لمتر مكعب، لمليون متر مكعب، لمليون متر مكعب، ماسك كل رقم ضربه في 60 في 60 في 24 في عدد ايام الشهر، في او بعد هيك ضرب في 10 اس سالب 6 تحول لمليون، طلع الفلو على شكل فوليوم، بعد هيك راح رسمه كوميوليتيف. هاي راح ايش صار يجمع كوميوليتيف 113 146 صار يجمع كوميوليتيف لغايه اخر قيمه، تمام؟ بعد هيك باخذ الاشهر وباخذ الكوميوليتيف فوليوم وبروح ارسم الماس كيرف. هاي عندي الماس كيرف، بمسك نقطة نقطة، بمسك كل جانيوري قديش عندي كوميوليتيف فوليوم، فبروري بطلع نقاط، وبعد هيك برسم أو بوصلها بخط منحنى بهذا الشكل. خلصنا المطلوب الثاني، رسمنا الماس كيرف. طبعا لو بدنا نيجي نقارن بين الماس كيرف والهيتوغراف، لاحظ عندي فترة عجز فلو قليل، هاي عندي فترة عجز فلو قليل، بعد هيك فترة فائض، هاي عندي فترة فائض، تمام؟ وهي فترة عجز وهي فترة عجز، تناسق كبير بين الهيتوغراف والماسك. نيجي للمطلوب الثالث والأخير. المطلوب ايش بقول لي؟ أو وين هو المطلوب؟ تمام. بيقول لي احسب المينيمم ستورج ريكويرد للمحافظة على ديماند قيمته 24. بيقول لي قديش أقل مينيمم ستورج، تمام، بحيث أحافظ على ديماند قيمته 24 متر مكعب لكل سكند. أنا ما عندي ديماند سحب مقدار 24 متر مكعب سعد، بدي المينيمم ستورج. طبعا يا شباب احنا لما كنا نحسب، ثواني، وين كنا نحسب الديماند او الفلو؟ هاي لما كنا نحسب الاس اللي هي الستورج، هي عباره عن ايش؟ مينيمم ستورج، اقل ستورج عشان احافظ على ايش؟ على الديماند. ممكن طبعا ازود اقول والله ماشي طلع معي حجم الستورج مثلا مليون متر مكعب، او لا مش مليون، كثير طلع معايا 100,000 متر مكعب، ممكن اخليه 120 130 اخذ فاكتور اوف سيفتي. لكن المينيمم اقل حد بقدرش انزل عنه اللي هو قديش؟ اللي هو الذي يكفي لفتره العجز، اللي هي الاس اللي انا بحسبه من هنا، هي عباره عن المينيمم ستورج. بالتالي بده اياني احسب المينيمم ستورج على اساس انه عندي ديماند ريت مقداره 24 متر مكعب لكل سكند. قلنا اخذنا الطريقه، طبعا في طريقه ثانيه، احنا اخذنا الطريقه الاولى اللي هي باي ماس كيرف، هي عند الماس كيرف، تمام، هي عند الماس كيرف. طبعا هذا الشغل يعني يفترض يعني يا بتعملوا على مخطط بياني يا بتشتغلوا على الاكسل، بيكون افضل. يعني الشغل اليدوي مش كثير دقيق فيه، على الاكسل نوعا ما بيكون الموضوع ادق. هالحين هي عند الماس كيرف، بده اياني اعمل واحسب الاستورج على ديماند ريت مقداره 24 متر مكعب بكل سكند. قلنا بدنا نحدد فترات العجز، وين عندي فترات العجز؟ عندي هاي فترة وهي عندي فترة، فترتين عجز. بدي احسب استورج بغطي هاي الفترة واستورج بغطي هاي الفترة واشوف هل مين اكبر فيهم واعتمده. باجي على الفترة الأولى، وين بداية العجز؟
هاي بداية العجز عن نقطة البيك، انقلاب من تزايد لتناقص. بعد هيك بروح أرسم خط، تمام؟ هذا الخط السلوب إله لازم يكون 24 متر مكعب لكل سكن، تمام؟ برسم الخط يكون السلوب إله 24 متر مكعب لكل سكن، وبروح هاي أقل نقطة بقيس هاي المسافة قديش. فرق الفوليوم، فرق الفوليوم على فرق الفوليوم، هاي فوليوم من هين وفوليوم من هين، بشوف قديش فرق الفوليوم وبطلع اس واحد. كذلك نفس الاشي، هاي جبت اس واحد الاستورج اللي بغطي هاي الفترة، عندي فترة عجز تانية، باجي هاي عندي نقطة البيك بداية العجز، بعمل خط الريت له 24 او السلوب له 24. هاي عندي اقصى، طبعا هين دايما ايش يعني، هم دايما بفضلوا انك تعمل ايش عند النقطة، أقل نقطة إيش بتعمل، أو أقل نقطة بتعمل عندها مماس موازي للمماس تاع الديماند، تمام؟ خط موازي لمماس الديماند بهذا الشكل. من هين بجيب أس 2، قديش فرق الفوليوم، تمام؟ قديش عندي فرق فوليوم، بطلع أس 1 او اس 2، بشوف مين اكبر اس 1 ولا اس 2. الاكبر بقول والله المينيمم ستوريج مفروض يكون عباره عن اس 1، اقل ستوريج مفروض يغطي هاي الفتره، وكذلك لما تيجي فتره تانية تعجز برضه يغطيها، لازم يكون هو الاكبر بيناتهم. هذا الكلام هو مشتغله اعتقد. تمام، هاي هو مشتغل اعتقد على اكسل. هاي ماخذ الخط اللي هين، هاي بداية النقطة، رسم خط بهذا الشكل وراح عمل مماس موازي له وطلع اس واحد، تمام. كذلك على الفترة هاي عمل خط، رسم الديماند السلوب له 24، كذلك عمل خط موازي وطلع اس 2. طبعا قال لي انه اس هو شكله طلعت معاه، مش عارف هل اس 2 الاكبر ولا الثانيه، اعتقد اللي طلع معاه 300، يبقى طلع معاه اس 1 هي الاكبر، بحيث طلع معاه اس 1 هي الاكبر، بحيث انه هي الفوليوم هنا قديش الفوليوم على الاكسل ببين اكثر. الفوليوم هنا هي 300 400، هنا 315. اجي هنا نزل خط، الفوليوم هين 200 و 300، بطلع حوالي 200 و 300 تقريبا، ونقص قال 315 ناقص 230 طلع معاه الاستوريج 85 مليون متر مكعب، نفس الوحده تاعت ايش الواي اكسس. بحيث شباب انتم لاحظوا ان هاي المناطق فيها يعني ممكن تعمل هنا خط هنا خط هنا خط، لا انت بتحاول تحصل على ايش، على الماكسيمم ديفرنس، اكبر فرق في بين الفوليوم، تمام. هيك اعتقد خلصنا السؤال اللي هين. ننتقل الحين للسؤال الثاني، بيقول لي عندي افريج مونثلي انفلو لرزفوار معين خلال سنه دراي، بيقول لي انه ان دراي ييرز، مش عارف ليش مسميها دراي، شكله عشان كميات الفلو قليله، ما علينا. لاحظ انه هو في السؤال بديل السنه من امتى، من شهر جون، تمام، بديلة جون جولاي أغسطس إلى آخره، ومسكر لي على ماي بعد نهاية السنة لأنه بعد ماي بيجي جون، تمام. بديلة من شهر جون إلى شهر ماي، فيش عندي مشكلة من وين يبدأ، يبدأ من شهر 7-8، المهم إيش مقفل لي سنة كاملة هو، تمام، بمشي معاه ما فيش عندي أي مشاكل. مقابل كل شهر معطيني قديش كان الفلو داخل الريزرفوار أو الستريم، ومعطيني اذا قال لي بيطلب مني اذا كان اليونيفورم ديستشارج، عندي ديستشارج منتظم مقداره 90 متر مكعب لكل سكن. يقصد بهنا يونيفورم ديستشارج بمعنى انه بتكلم عن الديماند اللي بدك، الفلو اللي بدك تاخده من الريزرفوار او من الستريم، تمام، يقصد فيه الديماند. بقول لي اذا كان اليونيفورم ديستشارج 90 متر مكعب لكل سكن فروم من الريزرفوار،
تمام اذا كان الديستشارج من الريزرفوار. يقول لي ايش المينيمم ستورج كاباسيتي از ريكوايرد، اقل ستورج بلزم اعمله في بعمله في الستريم او في الريزرفوار. يقول لي بسيطه نفس الاليه، انا عندي عندي هيتوغراف، هذا اصلا يعبر عن هيتوغراف، عباره عن مده زمنيه مع الكيو عباره عن هيتوغراف. الفوليوم بطلع من الهيتوغراف الماس كيرف، ومن الماس كيرف بحدد وين عندي فترات عجز اللي بدي اللي بده يغطيها الاستورج، وبناء على الماس كيرف وبناء على الديماند بطلع قديش المينيمم استورج زي ما شفنا في السؤال السابق. نيجي نشوف كيف تحل هذا السؤال. طبعا السؤال محلول بالطريقتين، الطريقه الاولى والطريقه الثانيه تاعت طريقه الماس كيرف وطريقه الحسابات الرياضيه، هاي الطريقه الثانيه لكن مش هتطرق لها الحين، فقط انا هاخذ الجزئيات اللي بتلزمني في الماس كيرف، وان شاء الله في المناقشه الجايه بنستعرض الطريقه الاولى او الثانيه. الحين انا اللي بلزمني انه انا هاي عندي الاشهر زي ما انتم ملاحظين، بادي من جون ومسكر على مين، مسكر على مين، وبعد هيك راح رسم لي كمان سنة، يعني بعد ما خلص مين راح كتب كمان سنة، جون جولاي أغسطس، يعني بمعنى انه مثل لي بدل ما يمثل لي سنة مثل لي سنتين. والحين اقول لكم ليش مثل سنتين، تمام اقول لكم الحين ليش احنا مثلنا سنتين متتاليات. طبعا هي الشغلة هتوضح وين في الطريقة الثانية أكثر، لكن خلينا نشوفها في الطريقة الأولى كمان. هاي عندي أشهر السنة أو سنتين، وإيش وهاي عندي قيم الفلو المعطيني إياها في كل سنة. قلنا عشان أرسم الماس كيرف محتاج أحول الكيو لفوليوم، عشان أحوله لفوليوم قلنا عندنا طريقتين، يا إما بحول لمليون متر مكعب يا بحوله لكيوبيك بير متر، وهي الطريقة أسهل إن أضرب في عدد أيام الشهر وأحوله لكيوبيك بير متر زي ما هو عامل. هو إيش عامل هين؟ هاي عنده جون، شهر جون عبارة عن 30 يوم، جولاي 31، أوغست 31 إلى آخره، ضارب قيمة كيو ومحولها لكيوبيك بير دي. هذه عبارة عن إيش؟ هاي كيو حولناها لفوليوم بوحدة كيوبيك بير دي، ضربنا في عدد أشهر أو عدد أيام الشهر، حولها لفوليوم كيوبيك بير دي. هالحين باخذ قيمة الأشهر وباخذ الماس كيرف، وباخذ يعني أنا محتاج فقط الشهر ومحتاج الفوليوم، تمام؟ لكن الفوليوم اللي هنا عبارة عن إيش؟ عبارة عن فوليوم لكل شهر، محتاج إني أعمله كوميوليتيف فوليوم، تمام. يبقى الخطوات هي التالي، باخذ الكيو الفلو بحوله لفوليوم كيوبيك بير دي، بضرب فقط في عدد ايام الشهر بتصير كفوليوم، بحوله لكوميوليتيف بصير اجمع تراكمي بيطلع عندي كوميوليتيف فوليوم، باخذ المانث عمود المانث وعمود الكوميوليتيف فوليوم وبعمل الماس كيرف، باجي برسم الماس كيرف بلاقيه بهذا الشكل. لاحظ انه من الجدول هذا كله ما لزمنيش غير العمود هذا والعمود بس الاربع اعمده الاولى بس عشان ارسم الماس كيرف، الاعمده الثانيه فقط للطريقه الثانيه في حساب الاسترج. هاي عندي، لاحظ انه في هذا السؤال رسم لي الماس كيرف، لكن اللي بدي اياه لاحظ انه هاي اول شهر، تمام هاي اول شهر 1 2 3 لغايه 12، هاي شهر 12 تمام. لو اخذت سنه واحده هيطلع معي الماس كيرف بهذا الشكل، هيطلع معي الماس كيرف، يعني انا الحين بدي اوضح ليش هو اخذ سنتين، تمام. نفترض انه احنا اشتغلنا واخذنا سنه واحده، هلاقي السنه الواحده الهيتوغراف لها بهذا الشكل، تمام زي هيك بهذا الشكل هاي لغاية أو حتى بدون هذه، هاي لغاية هنا هلاقي إنه السنة بهذا الشكل. بالتالي هاي وين فترة العجز ومن هاي مبينة إنه فترة فائض، لكن فترة العجز مش مبينة. ليش؟ لأنه هين كأنها جاية من منتصف الفترة،
تمام. حتى هين هتلاقي انه كأنه يعني عندي فترة عجز لكن منقطعة، فترة عجز لسه التكملة مش موجودة منقطعة. ليش؟ لانه جاية هي في نهاية السنة، جاية وين يعني على شهر 12 اللي هو ماي اللي ما ياخده على نهاية الفترة. بالتالي انا ايش محتاج؟ محتاج اكمل، مش انا عندي الاشهر السنة متكررة بنفس النسق، بالتالي محتاج اكمل الرسمة عشان اطلع فترة العجز، تمام. محتاج اكمل الرسمة، بالتالي انا محتاج اخذ اشهر زيادة، يعني اجي هاي عندي جولاي جول الى لغاية ايش ماي، نهاية الشهر السنة اللي معطينا اياها، هو معطيني اياها نهايتها ماي، تمام. لكن فترة العجز مش واضحة، بالتالي انا محتاج ارجع تاني هاي بعد ماي اكمل، هاي جون جولاي اوغست سبتمبر واكمل السنة. وقيم الفلو هيها 20 60 نفس قيم الفلو، لانه اشهر السنة لها نسق معين. ولما اجي احسب بحولها لفوليوم وبحسبها ضمن الكوميوليتيف، يعني انا بصل عن ماي هي عندي 38000 بكمل 39000 40000 كوميوليتيف. بالتالي الهيتوغراف اللي بيطلع معي او الماس كيرف اللي بيطلع معي بيطلع بهذا الشكل، هي بهذا الشكل، هي عندي سنة هذه 1 years وهي 10 years بيطلع معي بهذا الشكل، تمام. لاحظ انه فترة العجز هي شايفينها وين جاية؟ نصها في السنة الأولى ونصها في السنة الثانية، تمام. بالتالي انا عشان هيك احتاجت اني ارسم سنتين عشان فترة العجز كلها تبين، مش اشتغل على نصها. هاي روحت رسمت شهر، هاي بديلي من 1 لغاية 24 اخر نقطة 24 سنتين كاملة، وعمل وطلعت معي فترة العجز بين سنتين بهذا الشكل، وحلينا قصة اللي هي فترة العجز. الحين باجي احدد الاستورج، قلنا الاستورج حجم الاستورج محتاج اني احدد بداية فترة العجز. وين بداية فترة العجز؟ هيها اللي هي نقطة التقاطع او نقطة انقلاب تغير الاسلوب من انكريز لديكريز، او اللي هي نقطة البيك. باجي من هين برسم خط، الخط هذا لازم يكون الاسلوب تاعه يعبر عن الديماند. قديش الديماند عندي؟ الديماند 90 متر مكعب لكل سكند. طبعا مع تحويل الوحدات انت بتضبط امورك، لانه هنا في عندي كيوبيك بيردي وعندي هنا مانث، بترتب امورك انه في الاخر يطلع الديماند 90 متر مكعب لكل سكند. شغل الاكسل في هذا الموضوع اسهل بكثير، تروح برسم خط يعبر عن الديماند، السلوب له، تمام. السلوب للخط يعبر يكون 90 متر مكعب لكل سكند. بعد هيك باجي الحين على اقل نقطة في الماس كيرف بعمل سلوب او مماس موازي، وباجي بشوف قديش فرق الفرق بيناته، تمام. طبعا الفرق هو ماخذه من هين، طبعا هين انا هدول خطين متوازيات، شايفين خطين متوازيات، يعني اخذت الفرق هين ولا هين ولا هين خلص صارت الامور تمام. نفس الخطين المتوازيات بيكون الفرق بيناتهم ثابت، تمام. هذا عبارة عن ايش؟ الاس واحد الاسترج، تطلع معاه اس واحد 10000 او 10100 10100 كيوبيك بيردي. طبعا كيوبيك بيردي قلنا هي عباره عن وحده فوليوم، تمام. حاولوا، انا يعني بفضل انه السؤالين اللي حليناهم تحلوهم على الاكسل وتشوفوا كيف بتطلع معاكم هاي القيم، تمام. اعتبروه زي نشاط، تحاولوا تعملوا الماس كيرف وتقدر ترسم افضل ديماند، افضل خط ديماند بحيث الريت يكون 90 متر مكعب بكل سكند، وتشوف قديش الاستورج او الديفرنس بتوين تو بين الديماند والفلو، وتشوف قديش المينيمم استورج. خلينا نكتفي بهذا القدر، ان شاء الله في المحاضره الجايه بنكمل الطريقه الثانيه، الطريقه الحسابيه بالجداول كيف نحسب الاستورج، ونقارن بين الطريقه الاولى والثانيه ونشوف الفرق بينهم. يعطيكم الف عافيه.